هلا اول شيء المعكرونه بنستنى المي لتغلي ونبلش نضيفها شوي شوي، نحط لنا نقطه زيت مشان المعكرونه ما تلزق ببعضها، وبعدين بنحط فوقها المعكرونه، بنحركها تحريكه صغيره اول شيء، وبعدين ما بنعد نحرك المعكرونه مشان ما تنخبص ببعضها. خلاص ننتظر عليها تقريبا مدة الطهي تقريبا 10 دقائق، ننتظر عليها تنسلق وبعدين بنتابع معكم. اللي حابب يعرف طريقة المعكرونة بطريقة سهلة يتابعنا بالفيديو، وأهلا وسهلا فيكم. المقادير اللي بحتاجها لعمل المعكرونه بهالطريقه اللي بدي اعملها بده يدعي لي، لاني تطلع معكم معكرونه لذيذه جدا، يعني تكون تاكلوا اصابعكم وراها بالمعنى الحرفي للكلمه. بحتاج كيلو طماطم مفروم فرم ناعم، مقشره طماطم مفرومه مقشره وقشره تفاح، احتاج ايضا قرنين فليفله خضراء هي متوسطه الحداديه يعني حده، راس من البصل مفروم فرم ناعم، حبتين من الثوم، واحتاج تقريبا 200 غرام رب البندوره معجون الطماطم، وبحتاج ايضا 200 غرام لحمه مفرومه ناعمه لحمه بقر. احتاج ايضا بهارات، فلفل اسود معلقه، فلفل اسود معلقه، بهار حلبي او الاول سبايسيز، ومعلقه ملح. كمان نحتاج ايضا رشه فليفله حمراء بودره باربيكا، ونحتاج كمان زيت زيتون مشان نقلي فيه. خلينا نشوف طريقه التحضير سوا. هلا المعكرونه صارت جاهزه، بتدوقوها انتو طبعا، بتدوق المعكرونه بتشوفوها لساتها بدها سوي، خلوها شوي. هلا انا دقتها كانت جاهزة تمام. هلا نطفي النار عليها ومنصفيها بالمصفاية. هلا بجيب الطنجرة بحط مصفايتين فوق بعضهم ومصفيها. هلا بصب فوقها شوية مي باردة عشان ما تلزق ببعضها. بنخليها تبرد شوي لبين ما تبرد بنكون حضرنا الصوص. أول شي بنعمله لتحضير الصوص بنحط شوية زيت زيتون أو زيت ذرة إذا ما متوفر، بس يفضل زيت زيتون لأن هي المعكرونة أكلة إيطالية، والإيطاليين معروفين طيبة المعكرونة تبعهم لأن بيستخدموه مع زيت الزيتون. أول شي بدي البصلة واللحمة، هلا البصلة تبلت نقلي فوقها 200 غرام لحمة، هلا صار بدي فصين الثوم ما ضفته من الاول عشان يحترقوا مع البصل، ونضيف معه البهارات نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بهار حلبي، نص معلقة صغيرة، ونص معلقة ملح. هلا اللحمة استوت، راح ضيف كيلو البندورة المفرومة مقشرة
الله، منظر يا خدلها. حركها شوي لبنى دورها. هلا بنضيف لها معجون الطماطم والفليفلة. هلا صار اضيف الفليفلة الخضراء، هاي اللي تعطيها الطعم المميز الحار. رشة البربيكات في الفول الأحمر. تقريبا نص معلقة صغيرة في الفول الأحمر. نحركهم شوي وبعدين بنغطيهم يستووا شوي مع بعض. آخر شي بنضيف معجون الطماطم، يعني بنص الاستواء. هاي هي معكرونة الإيطالية على أصولها. نغطي عليها تقريبا شي ربع ساعة ونرجع نكمل معكم. هلا بعد ما مضى 10 دقائق تقريبا، شوفوا كيف تهبلت. صار وقت ضيف معجون الطماطم 180 غرام، 100 غرام، 180 اللي بدكم اياه، حوالي 4 معالق هون. هلا نخليهم يتعقدوا مع بعض. ممكن نحتاج نضيف شوية مي أثناء الطهي. راح ضيف لها شوية مي. تقريبا ضفت نصف كأس من الماء. بنغطيها ونخليها تتعقد مع بعضها. هلا بعد ما مضى تقريبا ربع ساعة مع التحريك المتواصل، الله الصوص رائع، صار طلع رغوي وفيه هي التكتلات تبع البندورة والفليفلة، يعني بيطلع هيك شبه صلب محلوق. يا سلام، روعة والله. ليه عم تضحكي؟ تحفه تحفه، رائع، طعم رائع، ولا اطيب من هيك. بده يعملها، بده يدوق معكرونه بحياته ما بيضايق منها. اخر شي راح ضيف لها شويه مي صغيره، خليها تعقد شي 5 دقائق وبعدين نقلبها فوق المعكرونه. صوص كيف عامل؟ صوص 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 سميك، يعني ما انه بس معجون طماطم، معجون طماطم مع اشياء محسوسة بالفم. لما الشخص بياكلها هيك بيحس بطعم عجيب. الصوص صار جاهز، حركوا شوي تحريكة صغيرة. نجيب طنجرة معكرونة. هلا بامكانكم تاكلوها بطريقتين، يا اما تحطوا المعكرونه بصحن المسلوقه وتضيفوا فوق معلقتين صوص التقديم، يعني طريقه التقديم، يا اما الطريقه التقليديه اللي عنده عائله واطفال كثير مثلا لازم تضيفوها على الطنجره دغري. هاي جبنا الطنجره، نقلب فوقها الصوص كما هن. الله،
منظر رائع. نحرك هاي كمان شوي شوي، بنقلب الصوص بحيث يتغلغل داخل المعكرونة كلها. شايفين منظر ما أحلاه، منظر والريحة والطعمة، منظر ورائحة وطعم، 3 in 1. هاي المعكرونة جاهزة، نزينها بشوية بقدونس على الوش مشان نعطيها ألوان، تناسق ألوان وطعمة فريدة. وصحتين، وهنا على قلبي وقلبكم. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا تدعموني بالضغط على زر الإعجاب واشتراك القناة إذا ما كنتم مشتركين. إلى اللقاء. المكونات اللي بحتاجها لعمل المعكرونة، المعكرونة بالبندورة والخضار على طريقتي أنا. اللي بده يعملها يشكرني على اللي بده يعملها بيستمتع كتير بهالطريقة. كتير أنا بعيد أثناء التسجيل. المقادير اللي بحتاجها لعمل المعكرونة على الطريقة السورية، شو طريقة؟ 3 2 1. لعمل المعكرونة أول شيء بنحتاج إنه نسخن طنجرة المي. ما بنحط المعكرونة إلا لتسخن المي عبر الفوران بشوي. بنحط شوية زيت، زيت زيتون أو زيت ذرة مو مشكلة، بنحط شوي صغيرة مشان المعكرونة ما تلزق ببعضها. وبعدها بنحط فوقها المعكرونة، نكسر المعكرونة بصحن على حدة أو نكسرها دغري فوق الطنجرة. أيوة قلتلها هيك هيك.